وكيل مجلس انتقالي، هدف قالوا إنهم ماضون في سبيله حتى تتكلل الثورة بالنجاح، بل ناشدوا الولايات المتحدة لمساعدتهم في هذا المسعى، وأكدوا أنهم سيقدمون كافة الضمانات لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن. نطمئن الأخوة الأمريكان أن نحن الآن نعيش بلا دولة، نعيش في فراغ دستوري، نطلب منهم أن يحملوا إلى جوار هذا الشعب وأن يساعدونا في ترتيب المجلس الانتقالي. نحن كشباب في الأيام القادمة لدينا تصعيد ونحن مستمرون في الساحات. لكن نائب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لا يبدي التعاون المطلوب حسب ما تقول المعارضة، وتتهم المعارضة هادي بأنه يبرر ذلك بالقول إنه منهمك في إيجاد حلول لأزمة الوقود والغذاء ووقف إطلاق النار وبسط الأمن في البلاد، كلام قد لا يروق لواشنطن والرياض اللتين تحاولان إقناع هادي بتسلم السلطة وإنهاء حكم صالح في إطار المبادرة الخليجية. وحثت المعارضة مجلس التعاون الخليجي على الدفع باتجاه انتقال سريع للسلطة لسد الفراغ السياسي والعودة باليمن إلى مربع الأمان. ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون اجتماعا في جدة الثلاثاء المقبل لبحث كيفية تفعيل المبادرة. لكن بالنسبة للشباب فإن أي اتفاق لا يضمن تغيير النظام ما هو إلا محاولة للإبقاء على أجهزة العناية المركزة لنظام غدا ميتا سريريا بحسب تعبيرهم، فهم لا يريدون أن تنتهي ثورتهم السلمية من أجل الكرامة والحرية بتعديل حكومي يعيد تنظيم الأدوار بين النخبة المتصارعة على السلطة والنفوذ في اليمن. في غضون ذلك ذكرت مصادر للجزيرة أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في الاشتباكات العنيفة التي جرت بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح ومسلحين مناصرين للثورة في مدينة تعز. كما قصفت قوات صالح بالمدفعية والدبابات ساحة الحرية، وقد أثار القصف هلع السكان في المدينة، والذين في هذه الأثناء خرجت مسيرة تندد بالقصف الذي نفذته قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح على المدينة. مراسلنا من صنعاء أحمد الشلفي يضعنا في تفاصيل المشهد هناك. هذه تعز التي يتردد اسمها كثيرا في الأخبار، وتعز اسم لمدينة يمنية تقع جنوب اليمن، ارتبط اسمها بالمدنية.